السلام عليكم. إذا هذا الفيديو الخامس من الأسبوع الأول فقط من دورة Introduction to Programming with MATLAB في منصة كورسيرا. ولا ما زلنا في الأسبوع الأول، رانا في الفيديو رقم 5. إذا في هذا الفيديو غادي نشوفوا exactement la syntaxe في الماتلاب أو كيفية القواعد أو كيفية comment déclarer les variables المتغيرات في الماتلاب. طبعا كي نبغوا نديكلارو دي فاريابل في الماتلاب، اول حاجه بديهيه سيكون نكتبوا لا فاريابل، نكتبوا لو نون تاع لا فاريابل، اسم لا فاريابل. مثلا غادي نكتب ستيلو، هذا اسم كتبناه بالحروف اللاتينيه، ايغال مثلا 5، ستيلو ايغال 5. دونك هذا مسموح به في الماتلاب بشكل عادي. كون هنا سي بون كريها لي في الورك سبيس، انا نشوفو بلي 5. هنا المطلب يدير الفرق ما بين الماجيسكيل والمينيسكيل، طبعا هذا امر عادي بالنسبه لكامل لغات البرمجه. فقط هنا كون نكتب اس ماجيسكيل ونزيد نكمل كلش بلاخر الباقي نكتبه مينيسكيل، ندير اوندري غادي ما يعرفهاش، يقول لي undefined function variable ستيلو، قال له did you mean ستيلو، كتبها لي كاع مينيسكيل باسكو عارفه بلي في الورك سبيس راها بالمينيسكيل، دير اوندري 5. دونك في الديكلاراسيون دي فاريابل اللي نحتارمو المينيسكيل ماجيسكيل. فوالا هادي النقطة الأولى. النقطة الثانية، عمرها لا فاريابل المتغير ما يبدا بعدد برقم، مثلا ما نقدوش نبدو عايزهم 45 إيكغراك، 45 إيكغراك إيكالا 5. دونك هنا هذا تعبير خاطئ بلغة المطلب، لأنه وبجميع لغات البرمجة الأخرى بايثون جافا يا سيت سويت، ممكن أنا كي نديكلارو لي فاريابل ما نبدوش بأعداد، نديرو انتر يقولي invalid expression، عبارة خاطئة. فوالا الأصح هو نكتبو اللولا في الأول، نكتبو الحرف مثلا، نكتبو تي مثلا، نكتبو ايج، نكتبو مثلا دوز. دونك هذه عبارة صحيحة، علاش؟ راه خاطر بدينا بحروف لاتينية من بعد نقدرو نديرو الأرقام، دونك هذه مسموحة، العكس غير مسموح. فوالا نديرو ايج دوز ايكالا 20، يقبلها عادي، هاي في الورك سبيس ايج دوز ايكالا 20. كون نكتبو دوز ايج ايكالا 30 هنا ما يقبلهاش، علاش؟ خاطر رانا بادين بعدد. دونك المطلب ما يسمح لناش باش نبدو المتغير تاعنا بعدد، كندير اونتري يقول لي invalid expression. تري بيان، كاين قواعد اخرى، مثلا من المستحيل اني نبدا بلا فاريابل المتغير تاعي نبدا مثلا بدياز، ولا نكتبها مثلا كيما هكا 5. ديجا بدا لي كتبها لي بالاحمر، ايكالا 5 ايكالا مثلا 10، انتر. هنا توجور انفاليد اكسبريشن، اذا في المطلب ما نقدوش نبدو بدياز وما نقدوش نبدو ايضا بالدولار، مثلا بالدولار كيما في لغه البي اتش بي. كي نبغي نديكلارو دي فاريابل نكتبو دولار، نكتبو دولار ونزيدو نكتبو حاجه حداها. دونك هنايا في لغه المطلب من المستحيلات امبوسيبل باش نكتبو دولار ونزيدو حداها مثلا ار، ولا نكتبو نو دولار نو يساوي 45. دونك هنا invalid text character. دونك هنايا في لغة المطلب ما نقدرش نبدا بدياز، ما نقدرش نبدا بدولار، ما نقدرش نبدا بلوسيني هذاك سامبل تاع اورو اي ان سي تويت. كما راكم تشوفوا هنايا هذه غير مسموحه، دير لي ايرور هنايا لا ميم شوز، دير لي ايرور. وايضا كاينه حاجه مهمه جدا، ما نقدرش نبدا الديكلاراسيون المتغير تاعي نبدا ب تيغي دو 8، تيغي دو 8 يعني البلون هذاك تيغي دو 8 تي ا مثلا، هذه ماشي فاريابل انفاليد اكسبريشن. على العكس من ذلك، هذه التيغي تاع الويت نقدر نديرها في الوسط، مثلا نكتب مون
تيغي تاع الويت مونو مونو ايغال ايغال مثلا نديرو كيما هكا كنبغيو نديكلارو دي كاركتر مثلا نور الدين ندير انتر وهذه يقبلها عادي علاش لانه هذا الاسباس بلون ولا تيغي تاع الويت راه في الوسط الكلمة مثلا نعاودو نزيدو نو مو تيغي تاع الويت نو نزيدو اسباس هنايا ونديرو تيغي تاع الويت نقولها ايكال نوري دير انتر دونك يقبلها عادي تيغي دو ويت في الوسط او في اخر الكلمه يقبلها لكن في بدايه الكلمه ما يقبلهاش في بدايه الكلمه ما يقبلهاش غادي نشوفو فوالا تيغي تاع الويت مو مو ايغال محمد ما يقبلهاش لانه بديت الكاركتر تاعي بتيغي تاع الويت وهي في القاعدة تاع المطلب ما يقبلهاش فوالا غادي نشوفو تيغي دو سيس اسكو يقبلها ولا ما يقبلهاش مثلا من المستحيل نبدا تيغي دو سيس نمبر تيغي دو سيس نمبر ايغال سون انتر دونك لا ميم شوز ما نقدرش نبدا تيغي تاع سيس في الديكلاراسيون تاع المتغير في الديكلاراسيون تاع لي فاريابل علاش على خاطر تيغي دو سيس في لغه المطلب هي عمليه الناقص هي عمليه الناقص دونك سي اون اوبيراسيون ماتيماتيك اسكو نقدروا نكتبوها في الوسط دونك نشوفوا مون تيغي تاع سيس نيميرو ايغال 200 mon numéro tiré à 6 égale à 200 enter donc la même chose ثاني ما يقبلهاش نفس الشيء ما يقبلهاش في الوسط ما يقبلهاش في بدايه الكلمه وما يقبلهاش في نهايه الكلمه لانه تيري دو 6 تيري دو 6 في لغه المطلب وفي كل لغات البرمجه هي عمليات هي عمليه رياضيه وهي عمليه الناقص هذه بعض القواعد فيما يخص الديكلاراسيون دي فاريابل ندير سي ال سي كلير كومون لاين باش نخوي البرومبت ونروح نشوفو هنايا راكم تشوفو اكزرسيس ولا سؤال بسيط which name is illegal for variable شو هو ما هو الاسم اللي راه غير شرعي بالنسبة للديكلاراسيون دي فاريابل اسكو هذا جيست ولا فو بلغة المطلب اكس اكس 456 456 دونك هذه ديكلاراسيون خاطئة خاطئة ولا صحيحة صحيح علاش لاحظنا رانا بادين بكاركتر ومن بعد دايرين رقم دونك هذه مسموحه اسكو هذه مسموحه ولا خاطئه هذه تبدا بالنيميرو قلنا كل ما نبدو برقم ونزيد وحده كاركتر ولا حرف لاتيني دونك هذا غير مسموح به في لغه المطلب شوفوا هنايا مثلا اكس تيغي تاع الويت تيغي تاع الويت زوج تاع تيغي تاع الويت ومعها 456 نشوفوها في المطلب اسكو جيست ولا فو كما راكم تشوفو هنا اكس تيغي تاع الويت زوج تاع تيغي تاع الويت اثنين تيغي تاع الويت 456 يساوي 456 اوكي انتر دونك قبلها عادي لانه ما كان حتى اشكال انه بدينا بحرف لاتيني ثم درنا تيغي دو سيس عاود زدنا تيغي دو سيس عاود زدنا موراه رقم هو شيء امر شرعي بالنسبه للمطلب اذا هذه اجابه صحيحه نروح نشوفوا ايضا نقطه مهمه في الماتلاب سيمي كولون لازم ملتيبل كوموند ان وان لاين في الماتلاب كي نبغوا نكتبوا نبغوا ديكلارو دي فاريابل ونعطوهم قيم ممكن جدا نكتبوا في البرومبت في لا لين دو كوموند نكتبوا اكثر من فاريابل اكثر من ديكلاراسيون تاع لي فاريابل في نفس السطر بشرط ان سيباروهم يعني يكون تكون سيباراسيون بين لي فاريابل ديرو بوان فيرغول بوان فيرغول كيما كنتشوفو هنايا
Voilà. X égale 42, point virgule, Y يساوي 87, point virgule. أنا كندير Enter. كندير Enter. دونك غادي نلقاها في الـ Workspace الـ X ونلقاها الـ Y. كل واحدة عندها لا فالور تاعها. Voilà. X 42, Y 87. دونك أمر عادي. في نفس السطر قادر نديكلاري x égale à 2, 12, point virgule, y égale 13, point virgule, h égale 45, point virgule. On dit enter. Donc on a attendu x, y, z, x minuscule, il y a 12, y, il y a 13, et h égale à 45. Voilà. Donc, on a un séparo bli point virgule. Quand on séparo bel comma bel virgule, ça sera. Donc, on a qui marque le chouffo. On dit clear workspace. CLC. Clear CLC. Donc, on a un chouffo. Amr mohim le gaya. X égale à 42. Y égale à 87. Donc, qui marque le chouffo. On a الفاصل ما بين les deux variables متغيرين. On a des noms bel virgule. Donc, ça sera في المطلع. دونك هنايا شغادي يصرا تو سامبلومون كي ما درناش بوان فيرغول هنايا غادي الاكس القيمة تاع الاكس غادي نشوفوها تحت غادي يعطيها لي تحت المطلب تحت البرومبت تحت الاسهم انتر دونك فوالا اكس يساوي 42 بصح ايكغيك ما افيشيهاليش علاش خاطر ايكغيك موراها درنا بوان فيرغول نروحو ديريكت للبرومبت للورك سبيس نلقو القيمة تاعها اذا كي نديرو غي فاصلة دونك اوتوماتيكمون غادي نشوفو النتيجة في الكوموند لاين في البرومبت فوالا دونك هنايا سؤال بسيط وات ويل ماتلا برينت اف وي ايشيو ذا فولوينغ كوماندز ان ا سينجل لاين اش غادي يصرا ما هو الحادثة هنايا كي نكتبو هاد لالين اش غادي نشوفو كنتيجة ديرو كلير سي ان سي كونترول في دونك كيما راكم تشوفو هنايا اكس ايكال 3 بوان فيغول ايكغيك ايكال 4 و زد ايكال 5 زد ايكال 5 دايرين بوان فيغول دونك هنايا حبسو الفيديو ونشوفو شاهي النتيجة دونك هنايا اكس ايكال 3 دايرين بوان فيغول اذا النتيجة غادي نشوفوها في الورك سبيس Y égale à 4, moura kain facile. Natija di chouwa full prompt. On chouwa full workspace. On a Z égale à 5, point virgule. Natija men chouwa full prompt. Lakin chouwa full workspace. Et dans full workspace, on a chouwa les trois variables. On a full workspace. Full prompt. Full. في الكوموند لاين غادي نشوفو فقط ايكغيك لي تافيشا هنا تحت نديرو اونتري ونشوفو فوالا ايكغيك ايكالا 4 هنايا اكس ايكغيك زد في المطلب جينيرالمون كي نبغو نديكلارو لي فاريابل المتغيرات دائما النصيحة شاهية نكتبو متغيرات يكون عندها سونس يكون عندها معنى لانه علاش باش كي نعاود نقرا البروغرام تاعي ولا يجي واحد اخر يقرا البروغرام تاعي يفهم شاهي شاهي هذيك لا فاريابل اكزاكتومون لانه لو سونس يعني معنى الكلمات مهم جدا معنى لي فاريابل مهم جدا بالنسبه لي فهم البرنامج ولا لي فهم لي فونكسيون لي غادي نكتبوهم باش قادر نكتب لنا البروغرام تاعي اليوم نجي ابري 3 جور كون ما نكونش كاتب لي فاريابل بطريقه مفهومه عندهم معنى قادر ما نفهمش مالغري انا كتبت البروغرام تاعي مي ما نفهمهاش ولا يجي اون اوتر بيرسون واحد اخر كاع من برا يشوف البروغرام تاعي كون نكون كاتبه بطريقه يكون كاتب لي فاريابل عندهم معنى قادر يفهم البروغرام تاعي في وقت قصير جدا دونك انا غادي نشوفو كيفاش نديكلارو لي فاريابل يكون ميم يكون عندهم تكون طويله فاريابل معليش لكن ليسونسيال تحترم
قواعد المطلب. فوالا كيما كتشوفوا هنايا، هذه اسمها تري لونغ فاريابل نون ايغال 45. هنا كتبنا فاريابل طويله ما بين كل كلمه واخرى، درنا تيغي دو ويت اللي هو مسموع في المطلب. اذا هذه تقريبا جمله، لكن هذه جمله تعتبر فاريابل واحده، تعتبر متغير واحد عندها قيمه تاع 45. مثلا اذا حبيت نكتب لو نون تاعي، نكتب مو اس تيغي دو ويت مون نو، ولا ماي تيغي دو ويت نيم ايغال، ونكتب الاسم تاعي. فوالا دونك نسيو هذا المثال. تري تيغي دو ويت لونغ تيغي دو ويت فاريابل تيغي دو ويت نو ايغال 45. دونك هذا امر مسموع جدا، كملنا بوان فاليو غادي نشوفوها في الورك سبيس مباشرة. فوالا امر عادي وعادي جدا. لا ميم شوز اوتر لونغ فاريابل نيم، دونك هذه سيتين فاريابل اللي عندها معنى، قال لي هذه سيتين سين فاريابل واحدة أخرى. بورتون هذه تشبه لها لونغ فاريابل نو لونغ فاريابل نيم، ولا مش كيف كيف. فوالا دونك أمر عادي جدا. دونك المغزى في هاد لا ديكلاراسيون تاع المتغيرات، علاش انا نديرهم طوال؟ قادر دير مثلا كلمتين ولا غير باش يكون المتغير عندها معنى ومفهوم. مثلا my age 13. فوالا كي نشوفوا الفاريابل هنا my age نعرف بلي هذه تعتبر سنه. this year equal 2021. فوالا this year this year. اوكي فوالا هنايا دارو كوموند ملتيبل لاين ايغال تري لونغ فاريابل نو بلوس اوتر لونغ فاريابل نين بلوس سيكونت. هنايا الجمع ما بين المتغيرات هو امر مسموح جدا. هنا كرينا فاريابل جديده اسمها كوموند ملتيبل لاين، قلنا تساوي ماذا؟ تساوي تري لونغ تساوي هذا الفاريابل كنترول في زائد اوتر لونغ فاريابل نيم، غادي ندير كوبي كولي باش ما نغلطش في الكتبه، ونزيدوها 50 50. دونك هنا النتيجه اش غادي تعطيني؟ غادي تعطيني فوالا تعطيني هذه 45 نزيدوها 5 اللي هي 59 59، ونزيدوها 50 اللي هي 109. انتر انتر اوكي 109. فوالا كان هذا فيما يخص كومو كيفيه لا ديكلاراسيون تاع المتغيرات في المطلب، ما هي الشروط اللي لازم يلتزم بها البروغرامر باش يكتب لي بروغرام تاعه.